بشمد بابا برونا روحة في قدش العلمين بابا تقيلة بشمية هاي شم قدش الشموخ هاي شكونا نخيلة بشمية هلا اللخماس سبحان اليومانا سلام الله مريم ليت النعمة مارا نما وبرخ شو حلاوة ولورا والروح في قدشة آمين شكرا نستمر ب محاضرات أسرار الكنيسة خلصنا المجموعة الأولى من الأسرار اللي هي أسرار دخول الكنيسة سر العماذ والميرون والقربان العماذ والميرون درسناه والقربان عرفناه بأنه السر اللي يختم دخول الكنيسة والكنيسة تنشئ الجيل المسيحي من ولادته لما تعمذه وتعطيه سر الميرون وتنشئه هذا الجيل نشئ الفرد المسيحي المعمذ ولمن يوصل إلى عمق جديد من الإيمان لأنه عمذ كطفل لمن يوصل إلى هذا العمق الجديد راح تنطي القربان المقدس الكنيسة لهذا الطفل حتى يدخل في جسد الجماعة المسيحية اللي هو جسد يسوع المسيح هذا القربان اللي وضعه يسوع المسيح هسه راح يعني نبدي تعليق عليه حتى نفهم بعض الجوانب التعليم الكاثوليكي يدلنا عليه خلي اتجاه أفكارنا نوصل إلى هذا التعليم القربان المقدس اليوم هذا راح يكون موضوعنا هو الذبيحة اللي الرب نفسه يسوع المسيح خلاها عملها في ليلة العشاء الأخير مع تلاميذه هو اللي حكى هو اللي كان المقدم هذه الذبيحة والذبيحة نفسها فبما أنه القربان هو يسوع المسيح فالقربان يكون منبع حياة المسيحية وقمتها القربان هو كنز الكنيسة الروحي بأجمعه يعني ماكو شيء أكبر وأقدس وأقوى من القربان في الكنيسة لأنه المسيح نفسه بذاته وحقيقته وجوهره ذاته وحياته وقوته ومجده وحقيقته وكل شيء اللي إلى خاصية بيسوع هو موجود في القربان لهذا أشياء كثيرة تحدث لما الكنيسة تحتفل بالقربان أول شيء هو اتحاد المؤمنين طلبنا احنا منهم حتى يرتبون الاثاث بالكنيسة الاحتفال القرباني هو اتحاد المؤمنين على الارض لما نحتفل بالقداس نتحد بلترجية السماء اللي بالسماء على طول اكو عبادة لله
لأنه الملائكة القديسين والقديسين نفسهم كلهم في عبادة وإجلال الرب وتمجيد الرب. فلما نقدس أكو كأنما توصل أي جهاز كهربائي توصله بالحائط ويجي بالسويتش، تجي القوة من خلال هذا السويتش توصل إلى هذا الجهاز. لما احنا نحتفل بالقداس فاحنا نكون متصلين بهذا الاحتفال بالليتورجية السماء، فنتأمل فيها ونستذوق الحياة الأبدية. هل حياة اللي احنا كلها ننتظرها فديوم نوصل ونكون بحضور الله والله يكون الكل بالكل؟ هذا فتشي يعني حتى العقل ما يقدر يتصوره، نقدر بس نتأمله شلون راح يجي يوم وأحنا نعيش بحضور الله والله يكون الكل بالكل. وبالفعل أكو مرات عديدة خلال القداس تسمع من المؤمنين، ومرات الكاهن بنفسه يشعر هذا الشيء، حقا شعرنا بوجود الملكوت. يعني لسبب أو آخر بطريقة أو أخرى الله يلمسك، الملائكة القديسين تفتح عينك وتنطيك بصيص صغير حتى تشوف شلون كأنما شايف. إذا هذه الهول، هذا الهول يكون كله معتم بالظلام، تفتح فلاش مال كاميرا شلون يكون بصيص في لحظة واحدة تقدر تشوف بعض الأثاث بعض الأشخاص. هكذا القداس يفتح عيننا ونتأمل بالحياة الأبدية. ليش؟ لأنه القربان عند أيادي اثنين، واحدة يرسلها إلى المستقبل إلى الحياة إلى ملكوت الله، والأخرى يرسلها إلى الماضي 2000 سنة قبل الآن، ويجيب اثنيناتهم يجيبهم في هذا الواقع. القربان يجسد في الحاضر الذبيحة الوحيدة للرب يسوع المخلص الذي هو سبب خلاصنا. فالقربان ما هو ذبيحة جديدة، هو إعادة ذبيحة يسوع على خشبة الصليب اللي كانت ذبيحة دموية، ولكن القربان ذبيحة بلا دم، لأنه هو قال اعملوا هذا لذكري، هذا هو جسدي وهذا هو دمي، هذا هو أنا، هذه حياتي. فلما نعيد القربان هذه الذبيحة، نعيد كلمات يسوع ونعيد وصايا ونقرأ الإنجيل وكل شيء هو يدور حول يسوع، يسوع يجي ويحضر بيناتنا. لهذا من خلال القربان، وحبذا لو كل الناس يعرفون هذا الشيء، أنت لما بكل إيمان ورغبة تجي للكنيسة وتحضر نفسك حتى تقابل الرب، بالفعل راح تتحد بالمسيح وتصير شريك معه، تصير شريك في جسده وفي دمه. ولما أنت تكون الشريك، وأنت 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 وأني وهو والآخر، إذا كلنا صرنا شركاء فمع يسوع فنحن أيضا نكون شركاء، وهذا ما نسميه الكنيسة.
من هالوجهة نظر احنا اخوة واخوات، احنا مربوطين في بعضنا، واللي يجمعنا هو اكبر اكبر بكثير مما يفرقنا، بغض النظر عن التمييزات اللي اكو بين كل شخص من عندنا مع الاخر. لانه لما الله يتدخل في واقع الانسان بالضبط، الانسان بعد كل فوارقه تتلاشى وتظهر شخصيه يسوع الفعاله في كلنا. لهذا يسوع طلب من عندنا ان نعيد هذا التذكار، بالضبط لانه رادنا ان نعيش احنا خاصته. أسس القربان لأنه يحبنا كثيرا وقال اصنعوا هذا لذكري، وظلت الكنيسة 2000 سنة وفية لهذه الوصية. مثل ما قلت كل التاريخ أكو ذبيحة واحدة اللي هي على خشبة الصليب، ذبيحة دموية، ولكن القربان اللي هو نفس ذبيحة يسوع اللي نعيدها ونتأمل بيها ذبيحة غير دموية، وهي طبعا لتكفير لغفر خطايانا. بالقربان أكو ملحوظتين ثلاثة أقدر أقول يعني عندها علاقة بالفكر الكاثوليكي لتأسيس القربان. إذا مثل ما تعرفون بكل قربان احنا نصلي من أجل البابا. ليش نصلي من أجل البابا؟ لأنه كل الكنائس بالعالم أينما احتفل به القربان نصلي من أجل البابا، لأنه البابا يكون وكيل يسوع على الأرض اللي هو رمز اتحاد ووحدة كل الكنيسة الجامعة. وفي الكنيسة الذاتية الخاصة اللي هي الأبرشية يذكر اسم المطران الأسقف اللي هو راعي الأبرشية، ومن المفروض وأساسا المطران كان يترأس كل احتفال كنسي، كل احتفال قداس، هذا هو الواجب. ليش يترأس؟ لأنه يسوع طلب من تلاميذه أن يحتفلون في هذا القربان، وتلاميذه احتفلوا لما توزعوا على العالم احتفلوا به، والمطران الأسقف هو خليفة هذول التلاميذ. طبعا الكنيسة كاثرت وزادت، فالمطارنة زادوا أكثر من تلاميذ يسوع، ولكن حتى في كل الخدمة الجغرافية اللي يعملها مطران ما بدأ يلحق حتى يوصل إلى كل الرعاية، فصار المطران رسم الكهنة حتى هم من بدالة يقدسون القربان المقدس. ففي كل قربان المطران يترأس القربان الاحتفال حتى وإن لم يكن هناك، لهذا يذكر اسم المطران في قداس الكنائس في الأبرشية. شنو معنات هذه؟ يعني حسب الإيمان الكاثوليك المسيحي الكاهن اللي ما عنده مطران شنو؟ ما يقدر يقدس القربان. الكاهن فقط يقدر يقدس القربان لأنه يمثل الأسقف في كنيسته. الأسقف هو ينطي الصلاحية لهذا، لأنه أساسا لازم الأسقف يكون موجود في الكنيسة في وقت قداس القربان، لأنه الأسقف هو خليفة تلاميذ يسوع اللي يسوع طلب منهم أن
يقدسوا ويعملوا ذكرى القربان. هذه قضايا ولو تجي ثانوية بعد أهمية القربان نفسه، بس أيضا مواضيع شرطية اللي يعتمد عليها الاحتفال القرباني. طبعا اليوم نشوف مع الأسف بالكنيسة أكو يعني شذوذ وأكو مشاكل وأكو عصيان وأكو غير طاعة، وهذه كلها قضايا مو بس ضد الإنسان، بس لما توصل إلى الكنيسة تكون أيضا ضد الله، ضد وصايا الله. وهسه راح نشوف لما ندرس سر التوبة أو الاعتراف، أكو في الطريقة كلش تفتح عيوننا وقلوبنا اللي بيها نعرف شنو معنى الخطيئة. لما تشوفوها يعني تتوضح كثير أشياء قدام عيننا، وحقا هذا الوضوح يخلينا شوية شوية نتغير حتى نتمسك بواقع جديد. هذا الواقع اللي كل أحد وفي كل احتفال قرباني الله ينطيه لنا. يسوع يأسسه وإيماننا ووفائنا إلى يسوع نحتفل به، بس شنو؟ الكنيسة تمد إيدها وتجذب ملكوت الله، مجيء الثاني لله ليسوع المسيح إلى واقعنا. وهذا المجيء، هذا الحضور الرباني حقا يبدي يأثر عليك ويأثر بيك ويغيرك شوية شوية. فنرجع مرة الأخ إلى فحوى القداس، وأريدكم تتأملون، أريدكم هذا الشيء علواه. أطلب من عندكم أن تتذكروا كل قداس اللي تحضروه، لهذا الهدوء والصمت والصلاة وعدم الانشغال بأي شيء آخر خلال القداس هو شيء أساسي. ليش؟ لأنه هذا القداس ليس فقط للأعضاء الموجودين في هذه الدنيا إلنا، بل أيضا هو قداس للذين دخلوا في مجد الله. احنا وهم سوية نقدم القربان متحدين مع مريم العذراء. يعني لازم نقبلها، صدقوني في كل قداس مريم والقديسين يكونون حاضرين، يجب أن يكونون حاضرين، لأنه يسوع بنفسه حاضر. إذا يسوع حاضر اللي هو القربان، اللي هو لأنه هو قال هذا أنا إذا عملت ذكرى إلي، هو أنا معكم، هذا جسدي ودمي، دمي يعني أنا، هذا حياتي، هذا يقويك، هذا يعمرك، هذا يخلقك مرة اللخ. فبالقداس نكون متحدين مع القديسين ومتحدين مع مريم والقديسات والقديسين، مثلما عند الصليب، عند خشبة الصليب تحت أقدام يسوع كانت مريم ويوحنا. نفس الشيء يصير بالقداس، تأتي هالعائلة الجديدة عند قدمي يسوع وتوقف تعبده وتشوف عليه وتصلي له، وهاي الطقوس الحلوة والقديسة اللي عندنا، وهذا مجد الله كله يصير ترتيلة
عظيمة لله الخالق. وهذا القربان أيضا يقرب، صح يجيب لنا اتحاد مع الكنيسة في السماء. شماشة لبلخ لواسطة الديوخ لازم لو كالي لو لتلا لتلا خمنديت مرخ شيلا ما لنا في لا خشون أخني بكالخ لأنه ليبن أذ موضوع قديش له ساعة ما قيلة ربع ساعة مرطالي حملقة ربع ساعة ربع ساعة خلصة قربانة فأذ قربان هذا القربان مو بس يقربنا ويخلينا نتحد مع كنيسة السماء القديسين اللي دخلوا مجد الله. لهذا هالpopulation هالكثافة السكانية اللي الكنيسة تعلنها على طول بأنه فلان تعلن قديس، طبعا الله هو اللي يعرف كل قديسين العالم، احنا نعرف جزء من عندهم اللي نشوف تأثيرهم وأعاجيبهم اللي نعرفهم، بس اكو هواي قديسين ما نعرفهم، هذولا كلهم ينضمون إلى يدخلون مجد الله وينضمون إلى الكنيسة السماوية. ولكن أيضا القربان اللي نحتفله هذه الأعجوبة العظيمة اللي صارت للإنسانية، نقرب من أجل الموتى الذين رقدوا على رجاء القيامة اللي هم يؤمنون بيسوع المسيح لسبب أن تغفر خطاياهم، لأنه هواية منهم ماتوا ما كان عندهم فرصة بعد أن يتخلصون ويتوبون من خطاياهم. مرات ناس تقول يعني نص شقة ونص حقيقة، تقول يلا أنا بعدني شاب شوية الله راح أكبر وبعدين أتوب، بينما الإنسان اللي يعرف الحقيقة هو لا تؤجل عمل اليوم إلى غد، هذا مبدأ أساسي حتى بالإيمان، إذا أجلت توبتك رحت بيها راح تأجلها على طول أكيد، هذه حقيقة إنسانية مرة ولكن هي حقيقة. فنروح ضحايا هذا الصغر بالعقل والتفكير، هذا الحدود الصغير، فنموت بلا ما أن تغفر كل خطايانا وبلا ما رأسا ندخل إلى نور المسيح وفي مجد السماء، مجد الله في السماء. فنروح إلى المطهر، وبما أنه أهل المطهر أحبائنا وعوائلنا هواية من عندنا راح يروحون همين هناك، فالكنيسة تبتدي من الآن أن تصلي للموتى، وباكر هو جمعة الموتى، باكر نصلي نصلي لهم، باكر احنا روتة ميثة آخا بس طاما عيدة لتكلي، لأنهم سيعرفون راح تجي لهم بركات صلواتنا. فقلنا القربان هو جسد ودم يسوع، لأنه هو قال هذا هو جسدي، ويسوع يرسل روح القدوس ويحول الخبز والخمر إلى الجسد والدم.
كل من لا يأكل جسد ابن البشر ويشرب دمه ليس له حياة فيه. يوحنا يقول هكذا. فهالحقائق اللي هسه سردناها، يعني يمكن 7-8 حقائق تكلمنا عنها، هذه حقائق ما راح تقدر تلتمسها بحواسك، ما راح تشوفها، ويمكن حتى ما راح تفهمها، وما راح تقدر تشعر بيها تلمسها، بس بطريق إيمانك. فلازم تشتغل على إيمانك. الإيمان هو لمن الإيمان الحقيقي للإنسان المسيحي، الإيمان المسيحي، لأن عندك يمكن أكثر من طريقة للإيمان. إيمان بالمسيحية يمكن يكون غير شيء الإيمان في الأديان الأخرى. بالمسيحية حتى تؤمن لازم أول شيء تكون تريد أن تؤمن حقا، ترغب بقلبك بضميرك بذاتك بباطنك. وهسه راح نشوف كل أسرار المسيحية تبتدي من الداخل. لازم تشتاق لهذا الشيء، لازم تحبه، لازم تحب محبة الله، لازم تحب يسوع حتى تؤمن به. وفتشي عجيب باللحظة بالثانية اللي انت تريد تكون قريب على الله، الله يشبعك من نعمته بلا ما تعرف، بس انت اؤمن بانه عندك الخلاص، خصوصا لانك اعطيت مسحة الميرون، لانه هذا هو معنى بانه الله انطى وعد لنا. متى ما تريدني اكون قريب عليك فاني معك. قديس توما ما فهم إيمان بيسوع بهذه الطريقة، راد يشوف، راد يلمس يد يسوع. يسوع إجا ثاني أسبوع، هز أصبعه، وجه توما، قال له لا تكون غير مؤمن بل كن مؤمن. طوبى للذين آمنوا ولم يروا. فهذه دعوة لنا كلنا أن نؤمن بلا ما شفنا. أوكي، هسه ننهي، أريد ننهي هذا القسم عن القربان ب ما هي الثمار اللي تأخذها وياك لمن أنت إجيت لهل احتفال القربان العظيم اللي فهمنا عدة جوانب منه وبدينا. وبالفعل أنت بالقربان اهدى شنو الصلاة اللي يقولها الشماس؟ وبشليا دحلت هويتن شليا بشليا، شوفون شليا ودحلت بخشوع وهدوء. هذه هي مفاتيح اللي تفتح فد باب وتدخل به، خصوصا إذا انكمشت على نفسك وسديت عيونك بالدقيقة اللي سدها عيونك. ينفتح كل شيء إلى عيون عقلك وعيون روحك، راح تبدي تشوف ملكوت الله. فإذا قدرت حقا تدخل وتشوف الصورة الحقيقية حسب لهذا الكنيسة تعلمنا بهذه الأشياء. هذه المواضيع اللي أنا دا أنطيها الرؤوس نقاط اللي أحاكيكم فيها هي ثمار صلاة وجهود وأفكار عشرات بل مئات القديسين عبر عقود ويمكن أزمان طويلة اللي جابوا كل هالمعاليم إلى الكنيسة، والكنيسة بدت تعلمهم إلى الناس. هكذا يكون نشر الإيمان.
فحقا إذا دخلت في هذا الواقع لما تأخذ القربان، أريد أحكيكم عن لما نجي هنا يم الكاهن ونفتح إيدنا نطلب يسوع منه، أو نفتح حياتنا وفمنا أن يعطى يسوع لنا، ثمار مناولة القربان نتحد بالمسيح. هذا أول شيء، كل من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. مو بس هو يثبت بيك، هاي العجوبة، أنت أيضا تثبت بي، فشيء فظيع. وبالفعل لهذا مرة اللخ أقول احنا كلنا إخوة، لأن كلنا نثبت في نفس الرب. We are implanted، احنا نكون مزروعين كأنما نطعم في شجرة واحدة، كلنا نكون أغصان لهذا الجذع الكبير اللي يكون يسوع هو الأساس. القربان إذا حقا دخلنا في هذا الإطار الروحي راح يغيرك، ونتيجة تغييرك القربان راح يفصلك عن الخطية، عن خطاياك السابقة، لأن الله راح يغفر خطاياك. ولما تتحد بيسوع، يسوع ما يتحد بيك إذا كنت إنسان خاطئ. يسوع بس يتحد بيك لما يعرف أنت نيتك صافية وحقا تريد تقدس نفسك وتكون ابن الله وبنت الله، وحقا تريد قداسة الله، رأسا يجذبك وياخذك. وإذا اتحد بيك يسوع فأنت انفصلت عن خطاياك السابقة. القربان يمحو خطاياك العرضية، لأنه بالأخير ليش يمحو خطايانا العرضية؟ لأنه لما تقترب إلى يسوع، شلون تعرف أنت صار هذا التقارب بينك وبين ربك؟ شلون تعرف؟ أكو فتشي يدلك. إذا قدرت تباوع على الناس بعين المحبة راح تعرف أنت إنسان جديد، تتغير شوية شوية، أسبوع أسبوع، أحد أحد، أنت ده تتغير. صح يوم الأحد نتغير ويوم الاثنين نرجع إلى خطايانا، أو الثلاثاء، صح، ولكن ركز على الأحد، هذا اليوم اللي أريدك تركز عليه، لأنه ما تعرف يمكن راح تستمر، أو ما تعرف يمكن راح تموت، ما تعرف شو راح يصير. انتهز الفرصة. كانوا يسموها بالعراق لما كانت تكون ثورات، يسوون المدارس حتى الراسب يصعدوه زحف. القربان مثل الزحف، يخليك الله ينطيك المودة مالته. ولما كانوا يعفون السجناء شو يسموه؟ عفو عام. بالفعل أكو فد نعمة راح تخليك تنتعش، بس لازم تقابل الشروط، هي أن تقدر تدخل في هذا الحس، في اللي نسميه الإيمان. وإذا حقا دخلت الله رأسا ياخذك، والقربان راح يقودك إلى نعمة أخرى اللي هو سر الاعتراف. لما تقدر تعترف يعني تصالح مع الله، حتى راح تنفصل من خطاياك المميتة. بذاك الوقت
اشتراكك في حياة يسوع هو فتشي مؤكد. سو عدنا نعمتين، ننمو باتحاد مع يسوع. النعمة الثانية ننفصل من خطايانا لأنه نريد أن نتحد به. والشيء الثالث، القربان المقدس يصنع الكنيسة. يعني الكنيسة فشيء مقدس، احنا ناس الخطاة، ناس اعتياديين، ناس عقلنا محدود، ناس معرفتنا معينة صغيرة، بس من خلال إيماننا ومن خلال اتحادنا ومن خلال صلاتنا ننقلب إلى مخلوق جديد وهو الكنيسة. نكون كنيسة مقدسة لأنه إيماننا مقدس، لأنه نياتنا، خصوصا نيات الناس المرضى، الناس البسطاء، الناس المكسورين والمسحوقين، هذولا لازم على طول تجي وتكون يمهم حتى بركتهم تجي عليك همينا. احنا نستعمل غير منطق، نستعمل منطق العالم، نروح يم الناس الأقوياء الأغنياء المعروفين اللي يلبسون ملابس هيك حلوة وجذابة، نروح يمهم. ولكن النعمة الكنسية الإلهية المسيحية الحقيقية تجي من الناس اللي يصلون بإيمان لله، وهذول الناس هم الناس الأكثر مكسورين بينا. لأنه ويمكن كثير من عندنا مجربيها، لما توصل إلى هذا الحد ما عندك غير شارة إلا الله، وذاك الوقت يبتدي يطور. بس الإنسان يعني جلده ثخين ووجهه قوي، ننسى هذه النعمة ونرجع مرة الأخرى إلى عقلنا اللي يغلب هذا العالم. النعمة الرابعة، إذا فهمنا هذا الشيء وبالضبط هذا الشيء اللي هسه قلت لكم، لازم تنجذب إلى الناس اللي هم شنو؟ مسحوقين، لأنه صلاتهم هي أقدس من أي شيء آخر بالعالم. النعمة الرابعة تجلبنا إذا إلى خدمة الفقراء، وإذا إلى وحدة المسيحيين الآخرين. لأنه مهما كنا، ما أقدر أني كإنسان مسيحي يحب الله أنظر إلى مسيحيين آخرين بعين استهزاء أو أعتبر نفسي أني أحسن. فإذا أنا هذا الفريسي اللي يسوع قال صلاته ما تصعد ما توصل أبدا إلى أي مكان، راح أكون مثله. لهذا نعمة القربان الحقيقية تخليك أنت تعرف، أنت تعرف من أعمالك راح تقدر تقيم نفسك، وأبد لا تقارن نفسك مع الآخرين. قارن نفسك مع الله على طول، راح تشوف أنت على طول بحاجة أن تعمل الخير وتعمل أعمال الخدمة والمحبة للآخرين والاتحاد مع بقية المسيحيين. هذه كلها راح تعطينا عربون جديد في حياتنا. الضمان، عربونا، عربون مو ضمان، ايه عربون جارنتي، كفالة. مو لما تروح للبنك تاخذ دين، اذا انت جاي توك ما عندك كريدت شي يطلبون منك، روح جيب لنا كفيل ضمان.
ضمانك كوساينر، ضمانك حتى تدخل في حضور الله هي تطورك اللي يقودك إلى هذه الأعمال. بالختام أطلب شيء واحد، اللي هو اتأمل بالقربان وفكر بهذه الأمور، وحقا انوي ارغب أن تشوف الله ويسوع ومريم والقديسين والملائكة، وأني أضمنك راح تشوفهم، لأنه الله أبدا ما ينطينا وعد كاذب. أشكركم، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل أسرار. خلصنا أسرار دخول كنيسة، راح نبتدي بأسرار الشفاء اللي هي شفاء الروح الاعتراف، وهي شفاء الجسد مسحة المرضى.